السلام عليكم متابعي قناة فوتلوز مأسية. في الحلقة اليوم جيت باش نوريكم مجموعة من المراكز التجارية بكندا اللي فيها الأثمنة رخيصين واللي فيهم الأثمنة غاليين واللي خصكم تجنبو، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي جايين لكندا لأول مرة وما كيعرفوش من غادي يتقدوا. غادي نبداو بالمراكز الأكثر غلاء، وأول مركز غادي نشوفو هو مترو. لا بالنسبة للمترو ولا بالنسبة اللي غادي نوريكم من بعد، كلهم كتلقى فيهم الأثمنة ثلاثة المرات الضعف ديال المراكز الأخرين اللي قلت لكم رخاص. كيف ما كتشوفوا هذا هو الموقع ديال مترو. بالنسبة للثاني مركز اللي اختاريت لكم هو إيجيا، واللي تا هو بحالو بحال مترو، واللي زوين أنك باش كتمشي لهاد المراكز يعني نقيين بزاف، وكيبانوا لكم حتى مثلا الخضر ولا الفواكه ديالهم ولا اي حاجه ديالهم كتبان لكم بانها احسن من الاخرين، الا انه الاثمنه زايده بزاف وكيخدموا اكثر على المنظر. وبالنسبه للمحل الثالث هو بروفيغو اللي كتشوفوه، واللي حتى هو نفس الشيء اثمنه غاليه وكيخدموا بزاف على المنظر والجماليه ديال المركز. بالنسبه للمراكز اللي رخاص غادي نبدا لكم باول واحد هو كوستكو. وبالنسبه لكوستكو هو معروف بالجمله، يعني بالنسبه للعائلات كيوالم العائلات اكثر، لحقاش ملي كتشري منه خص اول حاجه انك تشري كونسيتي كبيره، وثاني حاجه هو انه خص تكون عندك واحد لاكارت اللي كتخلصها كل عام، كتكون فيها الصوره ديالك وما يمكنلكش تعطيها لشي واحد اخر. ثالث حاجه هو انه خص تكون عندك سياره، لحقاش هو جا في مناطق بعيده في المدينه وما يمكنلكش تقدم منه وتمشي في وسائل النقل ديال مثلا المترو ولا البوس، لحقاش غادي تكون متقل، يعني خصك تكون عندك سياره. بالنسبه للمركز الثاني اللي اختاريت لكم هو والمارت. والمارت كيف ما هو معروف فهو عندهم اثمنه مناسبه، وكتلقى فيه الاشياء متعدده، ماشي غير ديك الشيء ديال الماكله ولا ديك الشيء ديال هذاك، ولكن تقدر تلقى فيه حتى ملابس، تلقى فيه اجهزه الكترونيه، وتلقى فيه حاجات واحد اخرين. من بعد غادي ندوز لكم للانتر مارشي. انتر مارشي معروف باثمنه زوينين، وكتلقى فيه مجموعه ديال المنتوجات ومتواجد باماكن مختلفه بالمدينه. كاين من بعد ادونيس معروف بانه فيه بزاف ديال الوجبات العربيه، خاصه اللبنانيه السوريه وديال بلدان واحد اخرين. من بعد عندنا ماكسي كتلقاو فيه الاثمنه زوينه بزاف، وكتلقاو فيه منتوجات اللي بحالها بحال المنتوجات ديال بروفيغو. والان غادي ندوزو لارخص مركز تجاري في كندا اللي هو دولاراما، واللي اغلى حاجه فيه كدير 4 دولار كندي، واللي كيتوفر على مجموعه ديال المنتوجات، الا انه ما يمكنلكش تلقى فيه اللحوم والخضر والفواكه وغيرها. الا بغيتوا يكون عندكم واحد الاختيار في كل ما كيتعلق بالادوات ديال المطبخ، الحدائق اللي كيتعلقوا بالسيارات او غيرها، فكنصحكم بكينيديان تاير. بالنسبه للمركز الثاني اللي كيشبه شيئا ما الكينيديان تاير، وتقدروا تلقاو فيه حتى الاثاث ديال الغرف النوم الى اخره، فهو هوم ديبو. بالنسبه للدكاكين ديال كندا فهي معروفه باسم ديبانور ولا بونسوار ولا كوشتار ولا غيرها، وهما كيكونوا يا اما ما كيسدوش يا اما كيسدوا في وقت متاخر، والمنتوجات ديالهم كلها شارينها من المراكز اللي وريت لكم الاخرين، وكيضربوا الثمن في ثلاثه ولا اكثر، وكيمكن لكم تلقاوهم بجميع الازقه ديال كندا. وهكا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا والى اللقاء.